ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. إذا كنت تشاهدون للمرة الأولى أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وكبداية لهذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا في هذا الفيديو سنتكلم عن موضوع النجم الدولي الجزائري رياض محرز، وأيضا عن موضوع اقتراب نجم برشلونة إلى نادي مانشستر سيتي. فكما تعلمون بعد إصدار يعني قرار ليونيل ميسي لإدارة برشلونة أنه سيغادر رسميا من هذا الفريق، بعض الصحافة الإنجليزية يعني ربطت اسم رياض محرز مع بعض لاعبي نادي مانشستر سيتي من أجل عمل يعني مبادلة ومقايضة بين هذين الناديين من أجل استحضار النجم العالمي ليونيل ميسي إلى نادي مانشستر سيتي. ولكن خرج لنا موقع مانشستر إيفنينج نيوز والموثوق والقريب من إدارة نادي مانشستر سيتي، ودائما ما يأتي لنا بالأخبار الموثوقة، صرح لنا تصريح كبير وسأشاركه معكم، حيث قال أعزائي المشاهدين: لن يتضمن مانشستر سيتي الثلاثي الهجومي في صفقة تبادلية يعني مع ليونيل ميسي. وقالت أيضا: لن يحصل برشلونة على أي نجم من نجوم نادي مانشستر سيتي الثلاثة المرتبطين، ولكن لا يزال بإمكان إيريك غارسيا أن يشكل جزءا من الصفقة. فإيريك غارسيا، الكل يعلم أن إيريك غارسيا صرح لإدارة نادي مانشستر سيتي أنه يريد الخروج والذهاب والتعاقد مع فريق برشلونة، إلا أن حاليا لا يوجد أي شيء رسمي، ولكن هنالك اهتمام كبير من برشلونة تجاه هذا اللاعب. فإذا يعني انتقل ليونيل ميسي إلى نادي مانشستر سيتي فسيكون اللاعب الأول والأبرز لكي يعمل مبادلة بين هذين الفريقين هو إيريك غارسيا. يعني إيريك غارسيا هو اللاعب داخل هذه الصفقة التبادلية، وأيضا نادي مانشستر سيتي يعني لن يكتفي بهذا القدر، بل سيزيد مبلغ من المال ومبلغ مالي معتبر من أجل يعني اللاعب العالمي ليونيل ميسي. وقال لنا أيضا أعزائي المشاهدين: لن يضم نادي مانشستر سيتي كل من جابرييل جيسوس وبرناردو سيلفا أو رياض محرز في أي صفقة لجلب ليونيل ميسي. وطبعا أعزائي المشاهدين سأترككم مع مقتطف صغير عملته مع صحفي نادي مانشستر سيتي، هل إذا كان رياض محرز سينتقل هذا الموسم أم أنه سيبقى في فريق السكاي بلوز إلى موسم آخر. محرز to leave Manchester City, I don't think that's going to happen, and I think that Mahrez is pretty happy. كما شاهدتم صحفي نادي مانشستر سيتي نفى أن رياض محرز يعتقد بأنه سيخرج من نادي مانشستر سيتي، فلهذا الصحافة الإنجليزية ومانشستر إيفنينج نيوز صرح لنا أن رياض محرز لن يكون ضمن هذه الصفقة الانتقالية. أنا كجزائري أحببت فكرة انتقال رياض محرز إلى نادي برشلونة، يعني ما رانيش باغي يبقى في نادي مانشستر سيتي لأن وضعيته في نادي مانشستر سيتي يعني لا تبشر بالخير. بيب غوارديولا يحتاجه فقط في المهمات الصعبة وكلاعب احتياطي وكلاعب بديل ليس كلاعب أساسي، فلهذا يعني أحببت فكرة رياض محرز أن يخرج من نادي مانشستر سيتي. ولكن للأسف هاي الصحافة يعني وضحت لنا كل الأمور وقالت بأن كل من جابرييل جيسوس وبرناردو سيلفا ورياض محرز لن يكونوا في الصفقة التبادلية. لماذا أعزائي المشاهدين؟ قائلا: لا يقتصر الأمر على بيب غوارديولا أنه لديه إيمان كبير بجابرييل جيسوس، فإن التخلص منه كجزء من صفقة ميسي سيترك السيتي يواجه صداعا آخر في الصيف المقبل. أما عن برناردو سيلفا قالوا نفس الشيء ينطبق على برناردو سيلفا، مر النجم البرتغالي بموسم صعب، تأثر شكله بالأحداث خارج الملعب، يعني مستواه تدهور خارج الملعب، وصراحة هو هذا اللاعب أيضا مهمش، قدره مثل قدر رياض محرز، وقائلين أيضا لكنه ليس معروضا للبيع، ويشعر بيب غوارديولا أنه سيعود بقوة بعد أن كان أفضل لاعب للبلوز في سنة 2019-2018. أما بالنسبة للدولي الجزائري رياض محرز قائلين: شخص آخر لن يباع ولا يقايد بأي حال من الأحوال، كان أحد أكبر الإيجابيات لنادي مانشستر سيتي الموسم الماضي بعد موسمه الأول المخيب. يعني صراحة موسمه الأول كان كابوس لنادي مانشستر لرياض محرز، لأنه جلس في العديد من المباريات في دكة البدلاء. فلهذا أعزائي المشاهدين يعني كل صحافة نفت أن رياض محرز سينتقل وسيكون في هذه العملية التبادلية لحد الآن. أما ثانيا، بعدما رأينا حسام عوار مستدعي رسميا من طرف قائمة ديدي ديشامب وكان من ضمن هذه القائمة، وبعدها صرح بأنه فخور بتواجده في قائمة المنتخب الفرنسي، وبعدها أعزائي المشاهدين بعد يوم بالتحديد
أعلن لنا موقع ليكيب الفرنسي أن يعني في خبر حصري قبل قليل عن إصابة اللاعب الفرنكو الجزائري حسام عوار بفيروس كورونا، حيث سيغيب هذا اللاعب حسام عوار بشكل رسمي عن تربص المنتخب الفرنسي التحضيري لمباراتي كرواتيا، وأيضا إصابته يعني لا تبشر بالخير، وستجعل من الممكن أنها ستجعل ديدي ديشامب يستدعي بديلا له في الساعات المقبلة القليلة. فهنا تعلم أعزائي المشاهدين عندما يفضل لاعب تمثيل المنتخب الفرنسي تمثيل المنتخب الجزائري ويفضل عليه يعني منتخب آخر، يعني صراحة أعزائي المشاهدين كان هذا يطمح أنه سيلعب كل مباريات أساسي ودائما ما يستدعى في جميع التربصات وفي المباريات، ها هو في مباراته الأولى في استدعائه الأول وقبوله للاستدعاء الأول عفوا يعني أصيب بفيروس كورونا وسيغيب يعني، وذلك بشكل يعني شبه رسمي، يعني يمكن أن يغيب ويمكن أن يتعافى، ولكن حاليا كل الصحافة وخاصة الإكيب الفرنسية قالت أنه سيغيب عن هاتين المباراتين الدوليتان. يعني شفت لو كان خيرت المنتخب الوطني الجزائري لما كان لديك هذا السيناريو، ولكن الجزائريين كلهم صراحة في التعليقات لقناتي في الفيديوهات السابقة قل الكل كان يقول لي أنه سيتكرر معه سيناريو كريم بنزيما وأيضا نبيل فقير، وهذا مما يثبت لنا أن حسام عوار سيغيب عن المباراتين القادمتين للمنتخب الفرنسي. ولا تنسوا أن تعطونا أراءكم في صندوق التعليقات حول هذا الموضوع بالضبط. أما ثالثا أعزائي المشاهدين، بعد إصدار القرار الرسمي من ليونيل ميسي لإدارة برشلونة بأنه سيغادر نادي برشلونة، بعض الأندية يعني سال لعابها ودخلت في السباق الشرس من أجل التعاقد مع هذا اللاعب العالمي ألا وهو باريس سان جيرمان الذي لديه المال الكافي من أجل استقطاب أي موهبة في العالم، لديهم كيليان بابي، لديهم نيمار، أحضرهم بمبالغ طائلة ويمكن أن يعني أن يحضروا هذا اللاعب أيضا بمبلغ طائل وبدون أي مشاكل. فأعزائي المشاهدين يعني ماذا فعل نادي بي إس جي؟ راح يتصل بوالدي يعني ليونيل ميسي، حيث كشفت تقارير إعلامية فرنسية ومصدرها ليكيب الفرنسية قالت أن ليونيل ميسي أخبر والده أنه قرر الانضمام إلى نادي مانشستر سيتي وأنه سيرفض عرض باريس سان جيرمان. وأوضحت الصحيفة أيضا أن البرازيلي ليوناردو المدير الفني لباريس سان جيرمان اتصل بوالد ليونيل ميسي ليخبره برغبة في التعاقد معه، واستجاب خورخي بحرارة الاتصال ليوناردو لكن نجله اختار وجهة مستقبلية أخرى ويفضل الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي. يعني في الفيديوهات السابقة كنت قد شرحت لكم يعني مدى قوة العلاقة بين بيب غوارديولا وأيضا ليونيل ميسي، فهذا أعزائي المشاهدين مستحيل أن ليونيل ميسي سيختار يعني نادي آخر، وهذا كان متوقع يعني صراحة، وتفصلنا أيام قليلة لكي نرى يا إما ستتم هذه الصفقة على نجاح يا إما يعني سيبقى نجم برشلونة في برشلونة. وأيضا أعزائي المشاهدين البعض قد يتساءل عن أن رياض محرز سيجلس في الدكة أو رياض محرز سيغادر نادي مانشستر سيتي، كنت قد نفيت لكم فكرة خروج رياض محرز من نادي مانشستر سيتي، ولكن بالنسبة لرياض محرز أعتقد أن هذه الصفقة صفقة الأحلام لرياض محرز، يعني رياض محرز معجب كثيرا بليونيل ميسي، وكدليل على ما أقوله أعزائي المشاهدين هو أن رياض محرز في العديد من الندوات الصحفية أو في العديد من المقابلات والانترفيوهات كان في بعض المرات يسألونه أصحاب ذلك الانترفيو المخصص لا يقولون له أعطينا يعني تشكيلة الأحلام بالنسبة لك، نستقبل تشكيلة الأحلام رقم واحد لرياض محرز. كما تشاهدون في حراسة المرمى بوفون، وأيضا لدينا بعض اللاعبين الآخرين من بينهم زين الدين زيدان، نغولو كانتي، ليونيل ميسي ورياض محرز، يعني دائما ما يوجد ليونيل ميسي معه في القائمة. أما التشكيلة الثانية أيضا مخصصة من خمسة لاعبين، هنالك بعض اللاعبين أعزائي المشاهدين في خط الدفاع نغولو كانتي، رياض محرز وأيضا ليونيل ميسي ورونالدو البرازيلي، أي اللاعب المفضل عند رياض محرز وقالها في العديد من التصريحات وفي هذه الفيديوهات أيضا ستجدون روابطها أسفل هذا الفيديو، النجم الوحيد والمفضل اللي عند رياض محرز هو ليونيل ميسي، هو الرقم واحد. فإذا أتى هذا اللاعب إلى نادي مانشستر سيتي أي ليونيل ميسي سيكون رياض محرز جد سعيد، ولكن سيعاني من الدكة في العديد من المباريات، فتفصلنا أيام قليلة لكي تتم هذه الصفقة بشكل رسمي وأيضا نرى مفاجآت يعني الموسم القادم في نادي مانشستر سيتي. طبعا أعزائي المشاهدين كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.